لو الحكاية فيها إن فيتو أتعداش ينزل المدارس اللي حضراتكم فيها وما يشوفش ناس جديدة بتتعامل بطريقة جديدة بأسلوب جديد بعلاقات جديدة ويشوف الصور اللي على الفيس المدرسين اللي ما كانتش بتقرب من الطلبة وهم متصورين مع بعض بشكل راقي وبشكل إنساني وبشكل محترم ومدى العلاقات المتبادلة اللي كانت خلال الدورة دي ونزلوا طبقوها اللي مش عارف يروح المدرسة ويغيرها معاه يقدر يخش على صفحات